البر عندما يكون شعورك بالغير ينبض بالخير. البر هو أن تبذل المعروف للقريب والبعيد، والبر هو أن يكون العطاء يجعل من الإنسان نموذجاً باراً لربه ولوطنه ولأهله. فمن البر أن تؤتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وغيرهم من الأصناف. البر هو جماع كل خير. فمن المؤسسات الرائدة في دولتنا هي جمعية دار البر. مشاهدينا أهلاً ومرحباً بكم، وحلقة جديدة وبرنامج سباق الخمسين الذي يعنى بمحاور عام الاستعداد للخمسين حول الهياكل والصحة والتعليم والإعلام والاقتصاد، يكون أو تكون محاور هذا البرنامج معكم في رمضان. ومعنا 50 موضوع و50 سؤال و50 جائزة. ويسعدنا أن يكون معنا اليوم في هذه الحلقة مؤسسة رائدة وجمعية سباقة بالخير، من أوائل جمعيات العمل الخيري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمعية لها باع طويل في دول كثيرة حول العالم تقدم الأيادي البيضاء من الخير والبذل والعطاء. معنا اليوم السيد علي حسن العاصي، رئيس لجنة الأسر المتعففة التابعة لجمعية دار البر. أهلا ومرحبا سيد الكريم. ألو، السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، مساكم الله بالخير والنور والعافية، وأنتم بصحة وسلامة يا رب العالمين. اليوم نحن في شهر عظيم، نعم، في شهر كريم، وفي وطن معطاء، نعم، وطن الخير، وطن زايد، وطن الشيخ خليفة، وطن محمد بن زايد ومحمد بن راشد، شعارات كثيرة لا تشلون هم. نعم. يعني هذا يدل على إنسانية وطن، إنسانية وطن قبل كل شيء، إن هذا الوطن وطن إنسانية ويحوي الجميع بلا استثناء. رائع هذا الكلام وهذه البداية الجميلة في أن نشير إلى الرموز والقادة، الله يحفظهم جميعا يا رب العالمين. آمين آمين يا رب. سيدي الكريم، العالمين. جمعية دار البر في بداية الأزمة تعاملت باحترافية عالية جدا في تشكيل لجنة متميزة لإدارة هذه الأزمة، كيف صارت هذه الأمور؟ والله يعني شوف، دائما أنت سبقت لكلمة كبيرة، الاحترافية في العمل الاجتماعي والإنساني هاي ضرورية، ضرورة جدا. فقامت الجمعية برئاسة سعادة خلفان المزروعي بعمل لجنة برئاسة سعادة محمد سهيل المهيري، وسميت لجنة الكوارث، وعادت لها جميع الأشياء والنشاطات التي ستقام في يعني في من يوم ما استوت هذه الأزمة. وبعد سبحان الله من ضمن هذا أن دخل الشهر الفضيل في يعني في معترك هذه الامور كلها. نعم. فكان احتراف، يعني هو عمل احترافي طبعا من مجلس الاداره بانشاء لجنه وكلها كثير من المهمات والاداره ويعني والتماشي مع الازمه في كثير من المشاريع. جميل ان تقيم جمعيه دار البر هذه اللجنه المتميزه، لجنه الطوارئ والازمات والكوارث، التي تدير الدفه في هذه الازمه وفي هذه الجائحه التي تجتاح العالم اجمع. وبالفعل نجد أخي علي العاصي كثير من المبادرات المتميزة، وخاصة عندكم في أم القوين وفي لجنة الأسرة المتعففة التي ترأسها من قبل رمضان، الخاصة بالمير الرمضاني، وهذا ينطلق من قول قرآن نريد أن نتعرف عليها. نعم، ونمير أهلهم، ونمير أهلنا. نعم نعم، أهلنا في سورة يوسف. نعم نعم، يعني كلمة المير هذه يعني كلمة عظيمة، يعني وهذا المشروع متأصل عندنا مش من الآن، منذ زمن يعني نسوي، عندنا طريقة مبتكرة سويناها إيمانا باللي سواه الشيخ خليفة، نحن نتبع وناخذ الفكرة ونطور الأشياء. الشيخ خليفة الله يطول في عمره كان يسوي في شهر رمضان خيمة، مؤسس الشيخ خليفة تسوي خيمة ويضعون فيها المير للناس اللي هم اللي يأخذون الشؤون الاجتماعية. نحن أخذنا نفس الفكرة، سوينا خيمة كبيرة لها مدخل ولها مخرج، وعلى يمينه ويساره وضعنا الأصناف، حوالي 9 أصناف، فبالتعاون مع الشرطة إدارة المرور والتعاون مع الأخوان في منطقة أم القوين التعليمية، وضعنا خيمة في إحدى المدارس اللي هي غير مستخدمة، فلها مخرج ولها الخيمة لها مدخل ومخرج. ف
فالسيارة الحالة طبعاً مسبقاً نوزع عليهم كروت فيأتون أيام مخصصة لكل جنسية، فبتكون العملية بسهولة جداً ويسر، والأمور الاحترازية ما خلينا أن الحالة تتم في سيارتها وتدخل من المدخل وتخرج من المخرج وتوقف ويعطى الكرت للمتطوع ويأمر الناس اللي هم المسؤولين عن التحميل والتنزيل يحطون في سيارة الإنسان هذا حسب الكمية الموجودة في الكرت. فكان التعامل الحمد لله بإجراءات احترازية، والحمد لله يعني كانوا الإخوان معنا في شرطة القليوين متعاونين جدا جدا جدا. في غضون 5 أيام صرفنا لما يقارب 1600 أسرة جو لين الخيمة بأوقات كانت من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 5 عصرا، والحمد لله يعني كان إقبال كبير من قطع النظير، ولكن كله بالترتيب لأن جزأناهم على 5 أيام. فكانت هذه جزئية من جزئيات المير. الجزئية الثانية كنا في ناس الكبار في السن كنا نوصل لهم بسيارات سيارة المتطوعين أو سيارة تأجرتها اللجنة لهذا الغرض. والشيء السادس عملنا اللي هو الكربونات الغذائية المكملة، سواء لكثير من الأسر استفادت عنا حوالي 1600 اللي هو المير ما يقارب، واستفاد تقريبا ما يقارب 600 أسرة من الكربونات. وأيضا المير لم يقتصر فقط على إمارة المنقيوين، لا الحمد لله عندنا أول شيء في إمارة عجمان بالتعاون مع فرع جمعية دار البر وزعنا 500 أسرة، ووزعنا أيضا مع مؤسسة الشيخ حميد بن راشد النعيمي 500 أسرة في إمارة عجمان، ووزعنا أيضا في إمارة الشارقة عن طريق بعض المعرفين ومع مركز الشؤون الاجتماعية في منطقة خرفكان، ووزعنا أيضا في منطقة كلبة أيضا عن طريق نفس المركز، ووزعنا في إمارة رأس الخيمة بالتعاون مع فرع جمعية دار البر لألف أسرة تقريبا، وعن طريق المعرفين ما يقارب أيضا في إمارة رأس الخيمة بالتعاون مع الفرع لحوالي لألف أسرة أخرى. فكان الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى أولا وتوجيهات للشيوخ يوم قالوا لنا الكلمة هيك لا تشيلون هم الغذاء متوفر لكافة شرائح المجتمع. جميل. من الفقير إلى الغني. جميل. الحمد لله رب العالمين. يعني جميل ومبادرة متميزة حقيقة أخي علي العاصم. وهنا أشير أن السنة هذه يعني سبحان الله أهل الخير التبرعات خاصة في موضوع الغذاء كانت تبرعات طيبة وزينة والحمد لله مميزة كانت عن كل سنة، وسنة عن سنة الحمد لله يعني في ما نقول السنة وزعنا 1400 السنة هاي السنة يا بنوزع لا العدد يزيد وأهل الخير يتبرعون الحمد لله. رائع. أيضا أخي الكريم كانت لكم مبادرة رائعة في تكريم وخدمة من هم في الصف الأول تكاملا وتكاتفا مع دور الدولة في توزيع التابلت على الممرضات، نريد أن تحدثنا عن هذه المبادرة. نعم هاي مبادرة كانت عندنا في سويناها هو بالتعاون مع منطقة أم القيوين الطبية، فكثير من الممرضات لهم أبناء ومحتاجين التابلت وما عندهم الوقت إنهم مثلاً ها، فكان إحنا بنوفر لهم والحمد لله رب العالمين حصلنا تجاوب من أهل الخير إنهم يقارب 270 جهاز وتم التوزيع بحضور سعادة محمد بن عمر الخردي مدير منطقة أم القيوين وحد من الممرضين، والحمد لله رب العالمين قدرنا نوصل هذه الشريحة. أيضا موضوع التابلت إحنا ما اكتفينا في الخط الأول، لا تعاوننا مع منطقة أم القيوين التعليمية وأهدناهم ما يقارب 400 تابلت لصالح الحالات الاقتصادية، وحوالي 120 توزع عن طريق الفرع نحن عن طريق فرعنا، وأيضا يعني حبينا الخير يمشي للإمارات الأخرى عن طريق مؤسسة الشيخ حميد بن راشد نعيمي في إمارة عجمان ما يقارب 650 تابلت استفادت منها طلاب جامعيين في جامعة عجمان، واستفاد منها في مدارس خيرية مثل الراجدية ومثل منار الإيمان وبعض المدارس اللي هي أعطوها نعم اللي أعطوها عن طريق منطقة عجمان التعليمية. وأيضا في عندنا مع الفرع الرئيسي مع قطاع الزكاة أيضا أهدينا لهم كمية ما يقارب 1200 تابلت وتم توزيعها عن طريقهم هم. الحمد لله يعني رب العالمين توفقنا بفضل من الله في هذا المشروع التعليمي اللي هو يعني توزيع التابلت نعم ودعم العملية التعليمية عن التعليمية خاصة في هالوقت كلها يعني اللي هي عن بعد وكذا يعني بسبب الفيروس هذا. رائع أخي الكريم، ولكن أيضا في يوم زايد للعمل الإنساني جمعية دار البر دائما لها مبادرات متميزة،
وخاصة لجنة الأسر المتعففة في أم القوين وسعادتكم ترأسونها. يعني نريد أن نتعرف على مبادرتكم لهذا اليوم المميز. أنت ذكرت إنسان تدمع العين لفراقه. نعم. شيخ زايد رحمة الله عليه. أنا قبل ما أتكلم في هذا الشيء يعني بتكلم عن أثر الشيخ زايد. من الشيخ زايد؟ نحن يعني ممكن درسنا في السبعينات، فكنا نشوف الشيخ زايد في تحية العلم في الصباح يوم نوقف، كنا نشوف الشيخ زايد في الكراسات القديمة هذه اللي طوبة عليها صوت الشيخ زايد، نشوف الشيخ زايد في يعني توزيع المواد الغذائية يعني للفطور الصباحي، كانت في أيام يعني يحضرها جيل السبعينات يتذكر هذه التغذية اللي كانت توزع أثناء المدرسة، الخلقان حتى الخلقان في الصيف يوزع علينا وفي الشتاء كان يوزع علينا، الله يرحمه الغفر له الشيخ زايد. الشيخ زايد ترك في نفوسنا الكثير 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 وما زال. هل قابلت أخي علي العاصي؟ هل قابلت شيخ زايد؟ هل له موقف معك؟ هل أثر فيك في هذا والله الجانب تحديدا؟ والله يوم من الأيام نحن طالعين من إمارة أبوظبي، فعرفنا أن في موكب، يعني موكب بيمر موكب الشيخ زايد، فيعني كنا سيارة سيارتين، والله الذي لا إله إلا هو، إن الشيخ زايد شاف سيارتين وثلاثة فتح الدريشة ورفع يديه، وإحنا كنا منها رفع يديه بالسلام، يعني هذا الإنسان، هذا الخير، هذا المتواضع، هذا الكريم اللي ترك من بعد إثر كبير، والشيخ خليفة والشيخ محمد والشيخ حمدان وأولاده وأنجاله والحكام الآخرين كلنا قدوة، الأساس القدوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحنا امتثلنا من الشيخ زايد والشيوخ كلهم والشعب والمقيمين على أوامر يعني اللي هو نهج النبوة على خطى زايد الخير. نعم بالفعل. نعم، وخطى زايد الخير الحمد لله. المبادرات في يوم زايد للعمل الإنساني سيد الكريم ما هي؟ هي نعم المبادرات الحمد لله سوينا ثلاث مبادرات اهتمينا فيها المرة هاي بالتعليم، لأن مثل ما تقول مثل ما دخلنا في المير ودخلنا مثلا في التابلت دخلنا في الأشياء أيضا، ها كانت أول مبادرة لنا في جامعة عجمان، وجامعة عجمان صراحة فيها من الحالات الاقتصادية الكثيرة من كافة الإمارات، فأهدينا لهم ما يقارب لصندوق ثامر رحمة المتعثرين الله. نعم الطلبة غير القادرين. نعم نعم أهدينا لهم تقريبا عن طريق أحد أهل الخير وزاه الله خير، وهاي كلمة أوجهها لهذا المتبرع والله يجزي الخير وبارك فيه في أولاده وفي إخوانه، تبرع لنا ما يقارب ب2,100,000 درهم لصالح دعم هذا الصندوق وهذه الطلبة. نعم هاي مع جامعة عجمان كانت ما شاء الله. المبادرة الثانية المبادرة الثانية كانت أمس مع الجامعة البريطانية في إمارة أم القوين، وأهدينا لهم مبلغ ما يقارب 177,000 درهم لصالح بعض الطلبة المتعثرين عندهم. نعم. واليوم الحمد لله مع جامعة أم القوين ما يقارب 250,000 درهم لصالح الطلبة المتعثرين. يعني كانت نعم ثلاث مبادرات تقريبا ما يقارب 2.5 مليون تقريبا أستاذ لهذا علي المجال. أستاذ علي في نصف دقيقة كلمة أخيرة ماذا تقول؟ أقول رحمة الله عليه الشيخ زايد ترك لنا أرث كبير، تمسكوا في هذا الأرث، تمسكوا، كونوا حول شيوخنا شيخ خليفة وشيخ محمد بن زايد، هاي يعني لا ينامون الليل من أجلنا. فأرجوكم يعني النصائح دائما من الحكومة الرشيدة ومن الناس، إن خاصة في هذه الأوقات العصيبة اللي تمر فيها الأمة، يعني السمع والطاعة. وكلمة عبر منبركم هي تحية إجلال وإكبار إلى معالي سعيد الرقباني رئيس مجلس جمعية الفجيرة الخيرية، بما أنكم الإذاعة في الفجيرة، هذا الإنسان، هذا المعلم، هذا الوزير السابق المتواضع الذي أنشأ الجمعية وإلى الآن يعني معها، تحية إجلال وإكبار إلى معاليه ومحمد له كل التحية والتقدير سيد الكريم. نعم. نشكركم شكرا جزيلا على هذه الكلمة الطيبة. شكرا جزيلا بارك الله فيكم. مشاهدينا في كل مكان كان معنا السيد علي حسن العاصي رئيس لجنة الأسر المتعففة في جمعية دار البر، والسؤال اليوم مشاهدينا لكم هو اذكر كلمة البر في أي آية من آيات القرآن الكريم، اذكر آية من القرآن الكريم ذكرت فيها كلمة البر. والسؤال الثاني هو متى تأسست جمعية دار البر، السؤال الثاني متى تأسست جمعية دار البر، وسؤالين حول معاني البر وحول معاني الخير والبذل والعطاء. والسؤال الأول في آيات كثير من القرآن الكريم تحدثت عن البر وذكرت البر،
والسؤال الثاني، متى تأسست جمعية دار البر؟ والجوائز اليوم متميزة معنا 500 درهم نقدا وجهاز تابلت وصندوق عطور، ثلاث جوائز متميزة مشاهدينا في كل مكان. اتصلوا بينا وتواصلوا معنا بعد الفاصل، وانتظرونا حتى نتواصل. ورجعنا لكم مشاهدينا وبنكمل حلقتنا النهاردة من سباق الخمسين بيكم وباتصالاتكم ومشاركتكم مشاهدينا في كل مكان. نثري اللقاء حول البر ومعاني البر مشاهدينا، حول آيات البر في القرآن الكريم والتي ذكر فيها البر، وكذلك متى تأسست جمعية دار البر. السؤال اليوم سهل، أو السؤالين من السهولة بمكان، وأيضا الجوائز متميزة 500 درهم نقدا للفائز الأول وجهاز تابلت للفائز الثاني وأيضا صندوق عطور عالمية للفائز الثالث. ومعانا روية عبد الفتاح من عجمان. السلام عليكم يا روية. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا أختي الكريمة. إجابة السؤال الأول أم الثاني؟ الأول. تفضلي. آيات البر في القرآن الكريم. ألو، معلش الصوت مش واضح. أسمعك أختي الكريمة، تفضلي. تفضل. آيات البر في القرآن الكريم. نعم، آيات البر في القرآن الكريم. نعم، أي آية من آيات ذكر فيها كلمة البر في القرآن الكريم؟ أي آية؟ نعم. ولكم البر من آمن بالله واليوم الآخر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. أشكرك أختي الكريمة، الآية من سورة البقرة والآية طويلة جدا، ولكن أشكرك على قراءة جزء من الآية. والمتصل الثاني علي أحمد مسعد من دبي. السلام عليكم يا علي. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الكريم. الله يحييك. علاء مو علي. السؤال الأول أم الثاني؟ الثاني. تفضل. نعم. 1979. 1979. متأكد من المعلومة؟ إن شاء الله. 1979 تأسست جمعية دار البر. هل تعرف جمعية دار البر؟ نعم. أشكرك على المعلومة وعلى السؤال. هنعرف الإجابة الصحيحة معاكم ومع كل مشاهدينا. وبنتكلم اليوم عن البر، عن جمعية دار البر وعن البر في القرآن الكريم وحول معاني البر، وهو محور مهم جدا في الحياة وخاصة في العمل الخيري. معنا عمار محمد من الفجيرة. السلام عليكم عمار. السلام عليكم. يا عمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا من معنا. معك فاطمة من السعودية. أهلا ومرحبا أخت فاطمة، حياكم الله. إجابة السؤال الأول أم الثاني؟ السؤال الأول إن شاء الله. الآية بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أشكرك أختي الكريمة على المشاركة والآية من سورة آل عمران، وهذه آيات البر في القرآن الكريم. نشكر الأخت فاطمة من السعودية على المشاركة معنا. وما زلنا معكم مشاهدينا نتحدث عن آيات البر في القرآن الكريم، وعن متى تأسست جمعية دار البر، الجمعية الرائدة والمتميزة بمبادرتها في كل مناحي الحياة، في التعليم والصحة، في دعم الفقراء، في دعم المحتاجين، في دعم المساكين، في إبراز مبادرات متميزة وغير مسبوقة دائما، منها المبادرات التي تعرفنا عليها اليوم مع السيد علي حسن العاصي رئيس لجنة الأسرة المتعففة بأم القوين. معنا اتصال من عمار محمد من الفجيرة. أهلا مرحبا يا عمار، حياك الله يا عمار. أهلا فيك. رح أجاوبك الجواب الأول. تفضل. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. نعم، من ظهورها، ولكن البر من اتقى. نشكرك يا عمار على المشاركة معنا وعلى إجابة السؤال، وأيضا الآيات من سورة البقرة. ما زلنا معكم مشاهدينا في كل مكان نتباحث حول محور مهم من محاور الاقتصاد، وهو محور العمل الخيري. ففي الإحصائيات العالمية بأن العمل الخيري يمثل يعني 11% من الاقتصاد القومي لدول كثيرة حول العالم، وهو محور مهم في يعني سد الرأب أو سد الصدع أو رأب الصدع داخل يعني الجوانب المختلفة داخل المجتمعات، من القطاع الثالث التي يخدمها القطاع الثالث في العمل الإنساني والخيري، وهو قطاع العمل الخيري في الدول. ما زلنا معكم مشاهدينا، وسؤالنا النهاردة الأول عن
البر في القرآن الكريم؟ والسؤال الثاني، متى تأسست جمعية دار البر؟ معنا اتصال من فاطمة عبد الكريم من الفجيرة. السلام عليكم يا فاطمة. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا بك. إجابة السؤال هي؟ إن شاء الله الجواب الأول، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى. هل تعاونوا على البر تشمل التعاون على عمل الخير والصدقات والإنفاق طبعاً والبذل للمحتاجين؟ طبعا طبعا، كله بيشمل كل البر إن شاء الله. ما الرسالة من وراء هذه الآية الكريمة؟ الناس لازم تتعاون مع بعضها لتساعد الفقراء ولتساعد المحتاجين بالبر والتقوى إن شاء الله. بالفعل، أشكرك فاطمة على المشاركة معنا وعلى إجابة السؤال الأول من آية القرآن الكريم. ومعنا اتصال من شيرين نصر الدين من الفجيرة. السلام عليكم يا شيرين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بصحة وسلامة يا رب العالمين. السؤال الثاني أم الأول؟ السؤال اللي هو بتاع جمعية دار البر. سؤال، متى تأسست جمعية دار البر؟ نعم، سنة 1979. سنة 79. وهل تعرفين الرقم المجاني للجمعية؟ لا للأسف. يعني الرقم المجاني للجمعية هو 879، وهو 79 سنة النشأة، و800 هو أول ثلاثة أرقام من الرقم المجاني لسهولة الاتصال بالجمعية ولمعرفة آخر المبادرات والتبرع والعطاء. أشكرك شيرين على المشاركة معنا. وبالفعل تأسست جمعية دار البر سنة 1979، والرقم المجاني للجمعية هو 879 لمن يريد أن يساهم وأن يساعد وأن يكون مقدما للبر بكل صنوفه في العطاء، كما قال القرآن الكريم: على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، الآية القرآنية. مشاهدينا في كل مكان، السؤال سهل. ومعنا اتصال من هدى أسعد. هدى أسعد من السعودية. السلام عليكم يا هدى. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا. أهلا بك. سؤال الإجابة على السؤال الأول، الآية. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. صدق الله العظيم. أشكرك يا هدى على المشاركة معنا وعلى الآية أيضا، يعني الآية التي تجلي معاني البر في أصناف متعددة وفي جوانب متعددة. ومعنا اتصال من خليفة محمود من العين. السلام عليكم، حياك الله يا خليفة. الله يحييك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إجابة السؤال هي؟ السؤال الثاني. تفضل. 1979. 1979. هل تعرف أين يقع المقر الرئيسي لجمعية دار البر؟ لا والله ما أعرف. يعني حاول تفكر معنا أين يقع المقر الرئيسي. والله ما أدري. يعني يقع المقر الرئيسي في دبي، ولها فروع في عجمان وأم القوين ورأس الخيمة والفجيرة. أشكرك يا خليفة على المشاركة معنا، ونتحدث اليوم عن البر وعن جمعية دار البر ومبادرات متميزة تدعم الفقراء والمساكين. مشاهدينا في كل مكان، نذهب إلى هذا الدعاء ونؤمن بعده ونقول آمين. سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي بسط الأرض، سبحانك سبحانك سبحانك، لا ملجأ لا منجأ منك إلا إليك. إلهنا إلهنا، أشرقت بنورك السماوات وأنارت بوجهك الظلمات، خشعت لك رقابنا وخشعت لك قلوبنا لتدخلنا في رحمتك وتكرمنا بعزتك وتنظر إلينا نظرة تجبرنا بها يا كريم. جمعية الفجيرة الخيرية تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا. للتواصل الرقم المجاني 800-8844، خدمة الواتساب 050-611-2409، الموقع الإلكتروني www.fujcharity.ae.
ورجعنا لكم مشاهدينا ونكمل اللقاء النهاردة معنا في الجزء الأخير من سباق الخمسين. والسباق الخمسين النهاردة كان بيتكلم عن البر ومعاني البر في القرآن الكريم، وأيضا البر على أرض الواقع تمثل جمعية دار البر وما تقدمه من عطاء جزيل ومن خير كبير ومن جهد وفير في كل أرجاء الدولة من مبادرات متميزة. وصلنا معاكم للسحب من مشاهدينا الكرام ومن فاز معنا اليوم بالجوائز المتميزة. فاز معنا هدى أسعد من السعودية بصندوق عطور، ألف مبروك هدى أسعد من السعودية بصندوق عطور عالمية، نبارك لها الجائزة. والجائزة الثانية معنا اليوم من سعيد الحظ أو سعيدة الحظ، معنا ورقتين. معنا فاطمة ذيب من السعودية جهاز تابلت، ألف مبروك فاطمة من السعودية جهاز تابلت، نبارك لها الجائزة، ألف مبروك الجائزة. والجائزة الثالثة اليوم لعمار محمد من الفجيرة، عمار محمد من الفجيرة ألف مبروك، 500 درهم نقدا، نبارك لعمار الجائزة، ألف مبروك. مشاهدينا في كل مكان، اليوم تحدثنا عن البر وتكلمنا عن البر، والبر له معاني كثيرة، وليس البر يقتصر على ما يفعله الإنسان في حياته لنفسه ولغيره، ولكن قد يمتد إلى أهل ود الأب كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه في الحديث الشهير. مشاهدينا، البر له معاني كثيرة في الحياة، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. غدا إن شاء الله حلقة جديدة وبرنامجكم سباق الخمسين، فانتظرونا واستعدوا لجوائز متميزة وموضوعات مختلفة وكلها حول محاور الاستعداد لعام الخمسين. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.